حنا ما بقاوش ديما نتحرقوا، انا 20 مليون ديال السلعه منين نجيبها؟ ما عندي ما نوكل ولادي دابا، شنو ندير؟ يلا نمشي للنتحر نحرق راسي، ولا حول ولا قوه الا بالله. راه هذا الشيء راه بزاف، هذا الشيء بزاف، حنا ضحيه ديال واحد الاشخاص اللي ورطونا معاهم، ندعيناها من الله سبحانه وتعالى، هذا الشيء راه بزاف. متواجد بجطية بن عباد بالقنيطرة، أنا من المتضررين الذي التحق بنا هذا الحريق المهول، وأنت كتشوف على عينك جطية كلها تحرقت هنايا، ما يفوق عند 180 حانوت اللي مشات بالكامل، والناس هنا دراوش ما عندهمش، كاين اللي واخد سلعة كريدي، كاين اللي باقي عليه الكريدي دابا، والناس عندها وليداتها، والناس راه عندها الأسر ديالها، كاين اللي خدام معاه ثلاثة الخدامة أربعة الخدامة، وكاين أسر كثيرة. هاد 180 واحد تخرج منا واحد 2000 واحد ولا اسر كثيره هنايا، الناس اللي يتعشاو مع من هاد السوق. التحق بنا الحريق دابا مع الوقت ديال شي 8:30، عيطوا لينا قالوا لنا الجطيه راه كتحرق، جينا ما لقينا الحريق، واحد الحريق مهول لا حول ولا قوه الا بالله. دخلت السلطات دارت المجهود ديالها الكامل، ما راه اللي في الاستطاعه ديالهم راه داروه، ما تبقى لينا والو، ما بقى حتى شي حاجه، خسائر بشريه ما كايناش. حنايا دابا كنطلبوا من السلطات تدخل وتشوف من حال هاد الناس، هنا راه الناس هاد الدراوش راه من الان كاين اللي ما عنده ما يعيش شي وليداته، قسما بالله، ومن ضمنهم انا، ومن ضمنهم هاد الاشخاص اللي حدايا اللي ما عندهم ما يوكلوا وليداتهم، من ذاك البركه اللي عنده راه عايشه بالكريدي، راه اللي باعوا ذاك النايور كيعطيه كريدي بالسيمانه وغادي ما دقه دقه، راه زعما ماشي شي ناس اللي مسك عليهم الله ولا اللي كيقول لك راه عندهم وعندهم وعندهم، راه الناس ضعفاء هنا، الناس راه ما عندهم حتى شي حاجه، كنطلبوا من الله تعالى والسلطات وجلاله الملك باش يتدخل في هذا، اللي يشوف من حال هاد الفقراء، راه فقراء هاد الناس، راه ماشي تجار، باش نفهموا الراي العام، راه الناس فقراء هنا، راه كامل الناس فقراء هنايا، يتدخل ويشوفوا شي حلول جذريه ويحيدوا لنا هاد الصراعات. الناس راه مأديه الواجبات ديالها من 2012، حنا دابا هادو ثلاثه الحريقات وحنا كنلتحق بينا ثلاثه الحريقات، عندنا في 2011 وعندنا في 2022 و22 ودابا هو 2024، حنا دابا ثلاثة هاد الحرائق اللي كنتحكم، وهاد الناس داخلين في الصراعات، حنا اللي عطى الله عطاه، حنا السوق دخل في صراعات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكنتمناو كنتمناو باش الناس يجلسوا بعضياتهم، الناس يجلسوا بعضياتهم، حنا ما كننتقدوا لا سلطات ولا شي حاجة، حنا كنشكرهم، الحمد لله الشكر شكرا جزيلا، دارت مجهودة، حنا كنطلبوهم دابا يديروا شي تدخل عاجل، ويشوفوا من حل هاد الناس ويحيدوا علينا بعد هاد المشاكل اللي هنا، هاد الوسخ وهادشي، ويشوفوا لنا شي حلول باي طريقه. حنا ما عمقاوش دابا، حنا مأدين واجباتنا، راه النص تقريبا كل شيء، راه ماشي شي حاجه في قليله اللي ما مأدياش الواجبات ديالها، كل شيء مأدي الواجبات ديالو من 2011. حنا دخل اما البلديه واما الداخليه واي واحد، اي جهه، اي جهه اللي عندها القدره علينا، السلطه هي اللي تكتم لنا هذا المشروع ديالنا، حنا ما بغينا لا جمعيه ولا حتى شي واحد اللي يتدخل فينا، السلطات تدخل ودير لنا الحل باش نحيدوا من هذه المشاكل هنايا، حيت حنا عندنا صراعات، حنا عندنا معارضه، وكاين الناس باغيين الخير لا السوق، وكاين اللي باغيين الشر لا السوق، فهمتي؟ حيت كاين الناس اللي كتضرب في السلطات، الناس اللي كتجي تهضر ما كتشوفش الحل، كتقلب على الشر، كتضرب في السلطات، تضرب في الباشا، تضرب في الوالي، تضرب في اي جهه، حنا ما بغينا حتى صراعات مع شي جهه، حنا الحمد لله كنشكروا اي جهه اللي تدخلت واللي دارت المجهود ديالها كنشكروها، شكرا جزيلا، حنا كل شيء دخل الحمد لله، ما عندنا حتى، وعاش الملك، وعاش الملك، هاد الناس راه متضررين، شوفوا لهم شي حل ودخل الجهات المعنيه. راه عندنا، راه حنا هضرنا في هذا الموضوع هذا، راه حنا مقسومين، الناس كاين اللي باغي الخير لا تسوق، كاين اللي باغي الشر. وحنا خص السلطات تشوف شي حل، شوف شي حل، راه ماشي هادشي ماشي غالبين هاد الناس اللي دايرين لنا الفتن، راه ما غالبينهمش هاد الناس، دخل ما عندنا، حنا ما بغينا لا جمعيات ولا حتى حاجه اللي تدخل فينا، حنا تدخل السلطات، تدخل البلديه ولا تدخل الداخليه ولا تدخل اي حاجه، حنا ما بقاوش ديما نتحرقوا، انا 20 مليون ديال السلعه منين نجيبها؟ ما عندي ما نوكل ولادي دابا، شنو ندير؟ يلا نمشي للنتحر نحرق راسي،
ولا حول ولا قوة إلا بالله. راه هاد الشيء راه بزاف هادشي بزاف، حنا ضحية ديال واحد الأشخاص اللي ورطونا معاهم، دعيناهم الله سبحانه وتعالى. هاد الشيء راه بزاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله.